نقلها الآن في الجهة اليسرى عند محمد الحارثي، محمد الحارثي إلى حمي تنفيذ الخطأ مباشرة، نفذ الخطأ، واقص نقلها أمامية خطيرة لجيصومة من التغطية الدفاعية كانت الأسبب لفعل هذه الكرة الماضية، كرة جاوش لاعب فريق العرب لاعب تحديدا تقنية الفي آر تتواجد منذ بداية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. إذا حكم المباراة يناقش الآن سيد خالد الأحمري من لاعبي الفريقين. هذه اللقطة الماضية كرة جاوش فيها ضربة جزاء على عصام القرني، ممكن والله أعلم لكن أنا أتوقع بأن الكرة فيها ضربة جزاء. يحتسب ضربة جزاء، كرة واضحة واللقطة شوط المباراة الأول. جهة اليمنى الانطلاق الحاضر جورجي نقلها حميد رأسية جميلة ولا أروع، ولكن مرمى على المحاولة الماضية كرة خالد الشمراني اللي صنعها والرأسية الجميلة، ولكن تصدي أروع حقيقة من قبل منقولة تنفذ الآن، منقولة في الكرة الآن لمصلحة فريق حميد، يحاول المرور لاعب فريق القيصومة سددها خطيرة، جول 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 سبيعي، وبكل سهولة رأسية جاءت لمصلحة فريق القيصومة. هذه المحاولة من قبل حميد، حميد مشى في الكرة ثم نقلها، ثم اللمسة الأخيرة جاءت لخالد الشمراني في الدقيقة 14. حميد مشى في الكرة في اللقطة الماضية وعدى وهدى وسدد، ثم بلمسة بسيطة جدا استطاع خالد الشمراني أن يوقع الكرة الماضية أو يستطيع